صباح الخير، عم طلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج صباح الخير. بكرة احتمال يكون رمضان أو بعد بكرة، طبعا احنا بانتظار التماس الهلال اليوم المساء. إن شاء الله بيكون شهر مليان بالرزق والبركة والخير الوفير، والأهم بصحة منيحة من خلال الالتزام بالإجراءات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا. صباح الخير نور. يسعد صباحك يا جودي، وصباح الخير لكل الأشخاص يلي انضموا لنا هلأ. ما في صباح الخير بشهر رمضان، ولكن في برامج كثيرة ومسلسلات بانتظاركم على شاشة سما. خليكم متابعين لحتى تعرفوا شو رح ينعرض وبأي وقت. رح نبدأ حلقتنا أكيد، ولكن من بعد ما نسمع الغنيرة أو نرجع. عم تخطر عبالي بالحجر الصحي، بيخطر لي اكتب لك وعم برجع محي. عم تخطر عبالي بالحجر الصحي، بيخطر لي اكتب لك وعم برجع محي. كيفك بالبداية؟ قضي وقتك كيف؟ شو وضع الوقاية؟ شو وضع التنظيف؟ كيفك بالبداية؟ قضي وقتك كيف؟ شو وضع الوقاية؟ شو وضع التنظيف؟ كمل رواية قريت، مين اتصلت احكي؟ اتصلت حكيت. عم تاخد بالك عحالك؟ عم تاكل صحي؟ عم تخطر عبالي بالحجر الصحي. على رغم المسافة بالي معك محجور، بهالزمن الخرافي بهالعمر المهدور. على رغم المسافة بالي معك محجور، بهالزمن الخرافي بهالعمر المهدور. ولو انفرط هالكون تبقى بقلبي هوا، بعرف عم تتجر لحالك تخطر عبالي بالحجر الصحي. عم تخطر عبالي بالحجر الصحي، بيخطر لي اكتب لك وعم برجع محي. سمعني كلماتك طفي لي الأخبار، رح تخلص وحياتك وبكرة بيجي نهار. سمعني كلماتك طفي لي الأخبار، رح تخلص وحياتك وبكرة بيجي نهار. نرقص إيد بإيد وتحملني لبعيد، وإيدك على وجهي تسحرني وعيوني تصحي. عم تخطر عبالي بالحجر الصحي، عم تخطر عبالي بالحجر الصحي، بيخطر لي اكتب لك وعم برجع محي. عم تخطر عبالي بالحجر الصحي، بيخطر لي اكتب لك وعم برجع محي. كيفك بالبداية؟ قضي وقتك كيف؟ شو وضع الوقاية؟ شو وضع التنظيف؟ كيفك بالبداية؟ قضي وقتك كيف؟ شو وضع الوقاية؟ شو وضع التنظيف؟ كم من رواية قريت؟ مين اتصلت حكيت؟ كم من رواية قريت؟ مين اتصلت حكيت؟ عم تاخد بالك عحالك؟ عم تاكل صحي؟ عم تخطر عبالي بالحجر الصحي.
يعني قديه خلال هالحجر طلعت اعمال فنيه وفعلا مناسبه كثير لازمه الكورونا. ومن الاعمال الفنيه اليوميه اللي عم تطلع معنا يوميا وجميعا هي اطباق نحن بنشوفها ان كان على يوتيوب او حتى على التي في، ونبلش بنطبق هالوصفات. شيف بشرى عزيز يوميا بتقدم لنا العديد من الوصفات الصحيه وسهله التحضير. شو محضرت لنا لليوم؟ رح نشوف لعند شيف لحتى نعرف. صباح الخير شيف بشرى. صباحك يا صباح شيف. صباح الخير نور. شو محضرتي لنا طبق اليوم؟ اليوم عندنا رح نعمل تارت الشوفان والمكسرات، يعني نوعا ما شوي صحيه، يعني لانه المكونات شوي صحيه يعني. رح بلش بعجينه التارت، يعني هلا نحن عندنا كذا وصفه لعجينه التارت، بس بهي العجينه انا رح فوت كمان الشوفان، لانه حتى بالحشوه رح يكون في عندي شوفان ومكسرات، فرح نعمل هي الوصفه. هي بتختلف شوي عن الوصفات الثانيه لانه مثل ما قلت رح استعمل فيها الشوفان كمان بالاضافه لانه عم نستعمل الشوفان والمكسرات بالحشوه. مقاديري عندي 150 جرام طحين اللي هن بيطلعوا كوب اكيد منخول، اي نوع طحين يعني ما بتقيد بنوع محدد، بيزبط اي نوع طحين، العادي او الزيرو الابيض، يعني اي نوع عم بستعمله هو بيزبط بهي الوصفه طالما انا عم استعمل الشوفان. 150 جرام تقريبا بيطلعوا هدول كوب. عندي 100 جرام زبده، الزبده هلا بعجينه التارت اجمالا اذا عندي الماكينه الفود بروسيسر يفضل انه تكون الزبده جامده، يعني طلعها دغري من البراد وقطعها مكعبات وبفرمها بالماكينه مع الطحين حتى يصير عندي القوام رملي. ما عندي الفود بروسيسر بدي اعملها على ايدي، بدي خليها تكون بحراره الغرفه لحتى يصير عندي اسهل انه انا ادعكها، بس اكيد بعدين بدي احطها بالبراد لحتى ترجع تضب عندي العجينه والزبده ترجع تجمد. كوب طحين اللي هنا 150 جرام مع 100 جرام زبده باعتبار انه انا رح اعملها على ايدي بحراره الغرفه مقطعه مكعبات. عندي ثلث كوب شوفان اللي هنا بيطلعوا تقريبا 35 جرام، ربع كوب سكر اسمر بيطلعوا تقريبا 45 جرام، صفار بيضه وحده، وعندي تقريبا 3 معالق صغار مي، هدول رح ضيفهم اخر شيء بالتدريج لحتى تضب عندي العجينه. رح بلش بخلط الطحين مع الزبده، مثل ما قلت الطحين اي نوع ولازم يكون منخول. الزبده باعتبار عم بعملها بايدي رح تكون بحراره الغرفه لحتى يسهل علي دمجها مع الطحين. اذا عندي الفود بروسيسر اكيد بتكون النتيجه افضل بشوي. بدي يكون محاطه الزبده جامده من البراد دغري بقطعها مكعبات وبخلطها مع الطحين. هلا هون رح حاول اني ضل ادعكهم لحتى يصير عندي القوام تقريبا رملي، يعني هي الطحين رح يبلش يشرب الزبدة فرح يطلع عندي القوام تقريبا رملي. أكيد رح حاول أني وزع الزبدة بالطحين منيح. هلأ بعدين رح ضيف السكر الأسمر، رح ضيف الشوفان، خلطهم كمان مع بعض، بعدين رح ضيف البيضة والمي هن اللي رح يلموا لي العجينة، صفار البيضة طبعا، المي لازم تكون كمان باردة لحتى تبلش الزبدة ترجع تجمد عندي. رح حط الشوفان ثلث كوب تقريبا 35 جرام، اكيد الشوفان يعني باعتبار انه هو الرقائق فرح يكون يعني وزنه خفيف، فهنا بيطلعوا 35 جرام تقريبا ثلث كوب. رح اضيف السكر الاسمر، ما عندي سكر اسمر بستعمل السكر الابيض بنفس الكميه، بس اكيد يعني دائما السكر الاسمر نتيجته افضل بالحلويات، بس ما عندي اكيد فيني استعمل السكر الابيض. ربع كوب تقريبا بيطلعوا 45 جرام السكر الاسمر، اول ما بيتعرض للهواء دغري بيبلش ينشف عندي، فبدي انتبه على هي القصه. حتى لما بخزنه دائما بحطه بكيس محكم الاغلاق وما بحطه بالبراد، بخليه برا بس يكون الكيس محكم الاغلاق ما فيه هواء، لانه اذا تركته فتره وكان بقيان فيه بالكيس هواء رح تجمد عندي. في حال صار معي هي المشكله بحطه كم ثانيه بالمايكروويف وبيرجع بفك عندي، يعني ما بيأثر، بس اكيد يعني اذا خزنته بطريقه صح بلاقيه مثل ما هو وما تغير فيه شيء. هلا رح احط صفار البيضه، صفار بيضه وحده، رح خلطهم منيح لحتى اعرف انا كميه المي اللي رح ضيفها، هن تقريبا 3 معالق صغار، ممكن ما استعملهم كلهم لانه هي بترجع السوائل دائما بترجع حسب نوعيه الطحين، يعني في انواع طحين بتشرب مي اكثر من انواع ثانيه، فثلاث معالق صغار رح ضيفهم بعد ما خلط صفار البيض اللي هو رح بلش يلم لي العجينه. رح ضيفهم بالتدريج 3 معالق صغار مي، ممكن ما استعمل كل الكميه،
بس لميت عندي العجينة بتكون صارت جاهزة. هلا اللي راح أعمله بعد ما أعجن، راح أحطه راح أحط العجينة غلفها بنايلون وحطها بالبراد نص ساعة، بعدين راح طلعها أفردها مدها بالقالب. طبعا وأنا عم بفردها إذا بدها شوية طحين برش أكيد شوية طحين، بفردها بالشوبك على قد القالب، برجع بعد ما أحطها بالقالب بدي أرجع أحطها بالبراد كمان ربع ساعة. هلا أنا محضرة قالب راح نشوفه، بس لحتى أضيف المي مثل ما قلنا ما راح أضيف كل الكمية، إذا لمت عندي العجينة بيكون خلاص ما في داعي تضيف باقي. هلا هون انا تقريبا ضفت معلقتين صغار بكفوا لانه بلشت العجينه تلم عندي. مثل ما قلت هلا رح اغلفها بنايلون وحطها بالبراد نص ساعه، طلعها افردها بالقالب وارجع احطها بالبراد ربع ساعه، بعدين رح فوتها على الفرن. انا محضره هون القالب. هلا بالنسبه لقوالب التارت قبل ما احطها بالفرن يا اما بثقبها بشوكه لحتى ما تنفخ عندي، او الطريقه الثانيه انه انا احط لها ورق زبده تقلها بأي نوع حبوب موجود عندي. أنا هون عندي فاصوليا نية رح تقلها وحطها بالفرن 10 دقائق. هلأ بعد 10 دقائق رح قيم التتقيلة وارجع فوتها على الفرن كمان 10 دقائق لحتى تستوي عندي المنطقة اللي هي تحت التتقيلة، يعني مجموع 20 دقيقة بالفرن 10 دقائق مع التتقيلة و10 دقائق بدون تتقيلة على حرارة 180. هلا هي بالنسبة للعجينة. بالمرحلة الثانية رح نحضر الحشوة، أكيد استنوني لوقتها، أنا رح أرجعكم بالمرحلة الثانية، بس هلا رح أترككم تعوا باقي الفقرات وبنرجع لحتى نحضر حشوة التارت. شكرا كثير لك شيف. شكرا كثير لك يا شيف. ترك تفشي فيروس كورونا آثار نفسية بالغة الصعوبة على الكبار والصغار والأطفال تحديداً، تأثروا كتير بسبب السلوكيات والتصرفات الخاطئة للأهل. لهيك اليوم رح نحكي مفصلاً عن تأثير فيروس كورونا وانعكاساته على نفسية الطفل مع الدكتور آصف صقر الاختصاصي بالأمراض العصبية عند الأطفال. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم. دكتور، فيروس كورونا أثر على العالم وعلى نفسية العالم كله، وأكيد الأطفال هنا في من الأشخاص اللي تأثروا بفيروس كورونا، ولكن شو هي أكثر أو أصعب الآثار اللي كانت على نفسيات الأطفال خلال فترة الحجر من فيروس كورونا؟ صباحكم خير. طبعاً إحنا يعني أزمة وباء الكورونا وفيروس الكورونا استفاض الحديث عنها من حيث الفيروس وماهيته وانتشاره وطرق الوقاية، صحيح، عن طريق الجهات المعنية الصحية بالبلد وعن طريق وسائل الإعلام ومنا قناتكم الكريمة. طبعا نحن شعار خليك بالبيت، الانعزال، التباعد الاجتماعي، مثل ما شفنا قدمته بالغنية اللطيفة قديش التباعد الاجتماعي تارك أثر على المحبين، فكيف على الكبير والصغير؟ مثل ما حكينا الأطفال بالتقديم تبعكم، الأطفال هني أكثر شريحة بتأثر بهالمصطلحات وهي مفردات الأزمة، الانعزال، خليك بالبيت، التباعد الاجتماعي. هذا يتبع نموذج الأهالي الموجودين، في عندنا كذا نموذج للأهل. في أهل بتمر عليهم الأزمات بهدوء، عندهم توازن نفسي، يعني قادرين على أنه يطمئنوا أولادهم، يبددوا المخاوف تبعهم. في أهالي عندهم فوبيا، أصلاً عندهم فوبيا هالمرض، هل الفوبيا ممكن له ولا لأولادهم بسهولة؟ النموذج الثالث من الأهالي اللي ما عندهم قدرة على أنه يوصلوا معلومات الأزمة أو الوباء بطريقة صحيحة ومدروسة، لهيك مفاهيم الطرق الوقاية ممكن يكون في مبالغة أو تشدد أو مغلوطة وتوصل مغلوطة، فممكن يترك أثر سلبي. الشريحة الأهم اللي هن الأطفال أو الأهالي اللي عندهم أطفال عندهم اضطرابات عصبية سلوكية نفسية، هدول معاناة كبيرة عندهم خاصة بالفترة هلا فترة الحجر، فعندهم معاناة، ممكن هالأزمة تفاقم عندهم الأعراض، هيك مهم جدا نحكي عن الموضوع. طيب دكتور، خلينا نقدم النصائح والإرشادات للأهالي، وخاصة مثل ما ذكرت في أطفال عندهم أمراض عصبية، في عندهم اختلاجات، متعودين على نمط معين بحياتهم، بظن اختلف هذا النمط بفترة الحجر الصحي اللي نحن عايشين فيه. نحن كيف بدنا نقدم هاي النصائح والأهل يقوموا بتعزيز هاي العادات الصحيحة وينقلوا انتشار فيروس كورونا بطريقه كثير سلسه للطفل حتى نحن ما نخوفه ما نثير القلق عنده؟ هلا انا راح احكي بشكل عام عن شريحه الاطفال الاصحاء والاطفال اللي عندهم مشاكل صحيح عصبيه سلوكيه. هلا للحديث عن هالموضوع ولطمأنة الاطفال وتبديد مخاوفهم، يجب ان نكون يعني نتحدث بشكل مباشر معهم بطريقه مدروسه صحيحه غير مغلوطه، تمام؟ وهذا بده او يستدعي عند الأهل مقدار كافي من الوعي
والثقافة وطولة البال. وطولة البال مقدار معي وثقافي وطولة بال وتوازن نفسي. صحيح. كمان الأهل ما أنا متوازنين مشكلة كبيرة. طبعا اللغة اللي بدنا نحكي فيها مع الأطفال تختلف حسب المرحلة العمرية، أطفال تحت 9 سنين، أطفال بين 9 سنين و 12 سنة، أطفال فوق سن المراهقة، هدول كل واحد لهم طريقة للحكي. تحت 9 سنين الأطفال هدول ما وصلوا لسن التمييز والوعي بمفهوم الأشياء والأمور، لهيك لازم نحكي بلغة سلسة سهلة بسيطة مفهومة. بنقول لهم مثلا الفيروس هو شيء بسيط ما بنشوفه بالعين المجرد بس شافوه العلماء وشافوا انه هذا بيحب جسم الانسان، هيك انتشاره سريع بين يعني لغه سهله. وكمان لطمانتهم اكثر انه هذا الفيروس ما كثير بيحب الاولاد، اذا قرب عليهم ما بيأذيهم. هي اللغه ممكن نحكيها تحت عمر 9 سنين. تحت عمر 9 سنين بين 9 سنين و 12 سنه و 13 سنه هدول طبعا بدنا نفهم منهم قديش مقدار المعلومات اللي عندهم على المرض وبنقوم بتصحيحها وتهذيبها. وهدول لازم نعزز فيهم مصطلح النقد او النقد التحليلي او مبدا النقد من خلال تشكيك او الفكر النقدي من خلال تشكيك بكل شيء بيوصلهم او ما يرد لهم مما يتم تداوله بوسائل التواصل او من المحيطين. هذا مهم جدا نفهم منه شو هن المعلومات شو مقدار المعلومات، لانه مو كل شيء بيلقطوا هدول المرحله هي كثير حساسه بيلقطوا شغلات، فعليه يستخدموا مبدا التفكير النقدي من خلال طرح الاسئله التشكيك مع الاهل لحتى يوصلوا للحقيقه يوصلوا والمعلومه الصحيحه. تماما. الاطفال اللي بسن المراهقه هدول كثير حساسيتهم عالية، وصلوا لمقدار من الوعي والادراك المخاطر هدول اساس كبار بس بنفس تمام مرحله صغير. انتقاليه، فهدول عندهم مقدار من الوعي والادراك للمخاطر المحتمله للفيروس. لهدول بدنا نحكي بشكل علمي معهم يعني نحكي بطريقه تعتمد على الارقام الاحصائيات. تمام. نظرا لفوضويه هالعمر احيانا هدول فوضويين، فنشجع على تبني اجراءات النظافه والامور الصحه واجراءات الصحه الوقائيه. طيب دكتور هذا بشكل عام. ممكن الاهل يخافوا مثلا بعض الاهالي اي سؤال بيسالوا الطفل ما عجب الام او ما عندها قدره هي تجاوب عليه ما لك علاقه ما دخلك خلص هذا الموجود هيك بس. ايه تمام. هلا احنا مثل ما حكينا بده يكون عندهم مقدار من الثقافه، لازم يطال يتعبوا على حالهم شوي شوي تثقيف شوي. انتم ما عم تقصروا يعني موجود تلفزيون عندنا نشرات عندكم العوازل عندكم كل شيء موجود ممكن يثقفوا فيه، وهذا الشيء المعتمد يعني مو انه والله شيء عن طريق الانترنت او شيء. لازم يثقفوا حالهم، لازم يوصلوا لمرحله انه يقدروا يجاوبوا على كل تساؤلات الاطفال بكل مراحلهم. وقد ايه اهم دكتور انه يقدروا يسيطروا على الحاله النفسيه اللي بتكون عند الاهل لانه يمكن هذا اول شيء بيوصل للطفل، يعني حاله كلياتنا عايشين حاله من الهلع والخوف. صحيح. والاضطراب وعدم الاستقرار، بس بنفس الوقت عم نحاول نضبط اعصابنا نتمالك امورنا لحتى نقدر نواجه كل الامور اللي عندنا بالحياه من التزامات واشياء ثانيه مفروضه علينا. قد ايه مهم انه نحن نضبط حالتنا النفسيه خاصه قدام الاطفال؟ مهم جدا. الطفل دائما بشوف اهله هن مصدر القوه والحمايه. صح. فلهيك الاهل لازم يتحلوا بقدر كبير من هالموضوع هذا بحيث انه يبثوا روح التفاؤل بنفسيته. طب دكتور كيف من خلال هاي الاساليب اليوميه؟ من خلال هاللغه البسيطه اللي قلت لكم عنها. نعطي مثلا مثال انه انتم يا ابني انت عندك مقدار من المناعه كافي انه يمكن يحصنك انت اكثر من غيرك مثلا من موضوع الكورونا. مثل ما شفنا انه موضوع الكورونا بيمر على الاطفال بهدوء، واغلب شريحه من الاطفال بيمر عليها بهدوء نظرا للمناعه الموجوده. هي مثال بسيط ممكن نقدمه للاطفال. ممكن احنا من خلال مشاركتهم اللعب نلعب معهم نتقرب منهم فرصه الانعزال الحجر الصحي وخليك بالبيت. هي مهمه جدا انه نقعد نتقرب نترك الموبايلات على جنب نقعد نلعب مع اولادنا ننظم لهم وقتهم دراستهم قرايتهم لعبهم رياضتهم طبخ اي شيء ممكن نوم يعني اي شيء ممكن يلهيهم ويخفف منهم هاله الخوف والذعر الموجوده واللي انتشرت كثير هلا بهالفتره. تمام. طيب. تجنيبهم كمان مشان نعطي امثله اكثر، تجنيبهم الاخبار مو كل يوم نضل عم نسمع هالاخبار وحصيلة الاصابات اللي عم تصير. تجنيبهم كل هالاخبار وتواتر الاخبار ومستجدات وخطوره المرض كمان ممكن يوتر الاطفال، لهيك نحاول قدر الامكان نساعد هذا الطفل. طيب دكتور الامراض يلي ممكن تنشا عند الطفل، امراض نفسيه يلي ممكن تنشا في حال كان في انعكاس سلبي على نفسيته، شو هي اللي ممكن تظهر عند الطفل؟ كثير مهم سؤالك. هلا احنا المبالغه والتخويف مثل ما حكينا رح يولد مثل ما قالت جودي
هالة من الخوف والذعر، هذه الهالة ممكن تتطور بدرجات مختلفة طبعا لهوس عند بعض الأطفال أو وسواس قهري بنسميه نحن بالطب النفسي، وخاصة عند الأهل اللي ما عندهم التوازن اللي حكينا وبرجع بأكد عليها، التوازن النفسي. أعطي أمثلة ارتداء الكمامات بالبيت، يعني في أطفال تلاقيهم قاعدين حاطين كمامة بالبيت، شو مبرر تقعد تحط كمامة بالبيت بين محيطينا؟ عند بعض الأطفال المبالغة بالتنظيف وتعقيم إيديهم ألعابهم تلاقيهم مبالغة في الموضوع هذا، وصل لمرحلة هوس. راح أعطي أمثلة، بيجيني اتصالات كثير، طفلي طفل عمره 5 سنين قلت لك عم حاطط كمامه طول الوقت بالبيت، قاعده بتفرج على التلفزيون حاطط الكمامه، هو حابب الموديل حابب الموديل فكر حاله سوبر هيرو صحيح مبسوط بي. بس بدنا ناخذ منحى نفسي نحن اكيد اكيد نوصل لمرحله من الهوس انه انا خايف ماشي، حتى بوصل لمرحله بتقول لي امه انه والله اذا بشيله كمان بيقعد بيصيبه نوع من البكاء والهياج، تتطور امه، وحتى بوصل لمرحله انه اخواته الاكبر منه هو اللي بده يلعب دور المرشد ومنصح بالموضوع الوقايه، يعني وصل لمرحله ما لازم يوصل لهذا الطفل، طفلي عمره 4 سنين اذا لقيت اي شيء بالبيت بتروح توصل، يعني وصلنا لمرحله هي دور الاهل هون. طب دكتور هي الحالات اللي حضرتك عم تذكرها ممكن تكون حالات طبيعيه الى حد ما، ايمتى بصير الموضوع مرضي؟ يعني ايمتى بصير الموضوع خطير؟ مفروض الاهل ينتبهوا لسلوك الطفل ويراجعوا دكتور مختص لحتى يقدروا يقيموا سلوك الطفل. هذا عم نحكي، نحن وصلنا عم قلك بالتدريج، ممكن وصل لامور طقسيه وسواسيه يوميه تتطور فيما بعد الى الخوف والهلع من الامراض. فيديوهات انتشرت كثير وشو عم تشوفوها، طفل الاب عم يقرب على بنته بده يبوسها تهرب منه بالبيت وتعيط كولونا كولونا. هي وصلنا لمرحله اسمها هي هي اخطر الامراض اللي هي بتصير وسواس والخوف من الامراض مستقبلا، يعني هذا بيطور عند الطفل شيء اسمه الخوف من الامراض، فهذا الموضوع بدنا دائما نحطه بعين الرعايه. طيب كيف ممكن نقوي مناعه الطفل النفسيه؟ اللعب، اللعب معهم، التقرب منهم، حكينا تجنيبهم الاخبار المتداوله عن المرض ومخاطره، النوم الكافي، حصه نوم كافيه، تمام، تنظيم وقتهم بالدراسه بالقرايه، الهاهم عن كل هالقصص هاي، تمام، دعم الثقه بالنفس مثل ما حكينا، بس روح التفاؤل اللي حكينا فيها من خلال اللي حكيته قبل شوي، وضح كل استفساراتهم بطريقه سلسه وسهله ومفهومه وغير خاطئه. بالختام دكتور ما ضل غير نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها، وان شاء الله كل الاهالي اللي عم يحضرونا يكونوا استفادوا منها لحتى ما نزرع الخوف والذعر بقلوب اطفالنا. شكرا كثير لك، يسعد صباحك. شكرا كثير دكتور ويسعد صباحك. مشاهدينا دائما باكد الاخصائيين على ضروره ممارسه التمارين الرياضيه على الاقل 3 مرات بالاسبوع. رياضه الصباح صارت جاهزه. يسعد صباحكم، معكم الكوتش نينار من الابتاون سبورت اكاديمي، اليوم جهزت لكم تمارين خاصه بعضله الصدر، كمان حنشغل مع الترايسبس اللي هي العضله الخلفيه للايدين. حنبلش دغري باول تمرين، حاخذ وزن ما بيكون لا ثقيل ولا خفيف، وزن متوسط، كونه عضله الصدر للنساء بنستخدم لها 12 عده، اذا كثير كانت محتاجه بناخذ لها 15 عده. رح ارفع الايدي الاثنين لفوق، عملنا هذا التمرين قبل ورح اذكركم فيه مره ثانيه، نفتح فلاي نرجع بنسكر قبل ما اوصل للارض.
تمرين لعضل الايد الخلفية، حرفع ايدي الاثنين من هون، حانزل داون اند اب، كوعي ثابت مكانه، حانزل داون اند اب، نرجع اثنين ثلاثة بنكرر أعزائي التمرين ثلاث جولات التكرارات مثل ما اتفقنا 12 ل 15 تكرار وهيك بنكون خلصنا تمريننا اليوم. يعطيكم العافية. خدمات مشاكل تفاصيل كثيرة متعلقة بالعقار منخبركم عنها يوميا ضمن سلسلة عودة الياسمين، واليوم فقرتنا عن مشكلة البنى التحتية مع المهندس مصطفى غالب شعيرة. خلونا نتابع سوا. السلام عليكم. مرحبا، اليوم بنرجع لكم بحلقة جديدة من عودة الياسمين بمواضيع بتلامس اهتمامات الناس كلها ومعاناتهم بكتير أمور بنشوفها هنا على الواقع، ومتمنى نلاقي لها حل أو نخرج من هالدائرة هاي اللي موضوع الروتين اللي تعودنا عليه هو مشكلة جديدة احنا كنا عم نعاني منها كلها بشكل عام. وكي ان شاء الله بنكون احنا يعني كاقتراح لحل لها، بركي بنكون ان شاء الله بنوصل لشيء نقدمه للبلد. يعني اهم مشكله احنا معاني منها لحاليا هي موضوع مشكله البنيه التحتيه التي تعتبر من ابرز المشاكل الموجوده والواضحه لكل الناس. فمثلا دائما بنشوف في حفريات بالطرقات من جهه اليمين او اليسار، او بعض الاحيان بيكون من جهتين مع بعض. هذا الامر دائما بيسبب عرقله وصعوبه بحركه المرور، هذا بالإضافة أنه يؤدي إلى ازدحام مروري كبير بأغلب الأحيان. كمان موضوع الصيانة بهالحالة بتكون جدا صعبة وتطلب جهد كبير لأتمامها. ومن أهم أحيانا بنلاقي مثلا حفريات للمياه، أو أحيانا بيكون في تسريبات أو لإعادة هيكلتها من جديد أو إعادة صيانتها، أو بيكون مثلا معمل افتراضي كان انتهى، او يكون في وضع مثلا لشبكه الكهرباء او تمريدات الهاتف، احيانا بيكون كلهم فايتين ببعض. والصرف الصحي احيانا كمان بيتم بعد ما بيكون الانتهاء من صيانه بعض الخدمات الاخرى. وهون بنلاقي انه ما في اي تنسيق بين اي جهه وجهه، بين اي وزاره بهالمواضيع هاي. فكان المفترض انه مثلا يكون في تنسيق بين الوزارات كلها مشان موضوع الحفريات كلها بشكل عام. ولعل الحل الامثل لهيك وضع انه يكون انشاء هنجارات تحت الارض، وطبعا احنا مش بيكون في كلفه كبيره على مراحل اعتبارا من الاساس، من موقع الاساس اللي فيه الكم الاساسي للتشكيل العام للبنيه التحتيه. الهنجار بيكون مثلا بيشمل بداخله طبعا خط الكهرباء، خط المياه، خط الصرف الصحي، الهاتف، الغاز مع الايام اذا صار تمديده. طبعا بيكون بحيث الهنجار يكون ارتفاعه فوق ارتفاع الانسان البشري، يعني فوق المترين ولا يقل عرضه عن المترين، بشكل انه يسمح لعامل الصيانه بالمرور فيه ومعالجه اي مشكله او طارئ. بهالحاله نحن بنكون بيتمكننا نحن بمراقبة الأعطال بسهولة، وأي تسريب بيكون واضح، أي سرقة بتكون واضحة، إعادة هيكليته أو تزويد الطاقة اللي كان للكهرباء أو للهاتف أو للمياه سهلة بفك جزء مثلا معطوب، أو يعني يكون استيعابته الحالة الفنية له بشكل أكبر، وتوزيع الكابلات بيكون بشكل منظم ودقيق كوضع الكهرباء على اليسار مثلا والهاتف على اليمين والصرف الصحي بالارض مثلا. هذا الامر بيضمن ايضا عدم وجود اي مخالفات في المناطق العشوائيه، لان كل الموارد تصبح منظمه ومجمعه في مكان واحد وتحت اشراف عمال الصيانه فقط. يمكن ايضا ان يمر عبرها الغاز للمنازل بسهوله وبشكل منظم ودقيق. وهنا تحضرني مقوله لفرانكلين روزفلت
فحواها بيقول ستخسر الكثير من الوقت لتتمرس مهنة العقار، لكنك ستكسب ما هو أهم بكثير. رجعت لكم لنكمل المرحلة الثانية من طبقنا لليوم، وصفتنا اللي هي تارت الشوفان والمكسرات. هلأ بالنسبة للعجينة مثل ما حكينا بالمرحلة الأولى، بعد ما عجناها وريحناها نص ساعة بالبراد، رجعنا مديناها بالقالب كمان ريحناها ربع ساعة بالبراد، بعدين يا أما بسقبها بشوكة أو مثل ما عملنا حطيت ورق زبدة، حطيت أي نوع حبوب موجودة عندي حطيتها لحتى ما تنفخ عندي العجينة، لحتى ما يعني يضل شكلها مستوي. أول شيء بحطها بالفرن 10 دقائق مع التتقيلة اللي حطيناها، بعدين بعد 10 دقائق بقيمة التتقيلة وبرجعها لحتى كمان تستوي عندي من تحت، يعني بالمجموع 20 دقيقة بالفرن. ببين عندي إنه خلص صارت جاهزة لما بيكونوا طرافها صاروا شقروا أو حمروا شوي. هلأ بالنسبة للفيلينج أو الحشوة اللي رح نعملها، طبعاً باعتبار إنه نحن عنا تارت شوفان بالمكسرات أكيد الحشوة رح يكون فيها مكسرات، وآخر شيء على الوش رح نحط شوفان قبل ما نرجع نفوتها على الفرن. عندي المقادير 125 جرام زبدة بحرارة الغرفة. هلأ زبدة بحرارة الغرفة قطعتها مكعبات وضربتها شوي لحتى يصير قوامها كريمي، إن كان بإيدي أو بمضرب الكهرباء، المهم إنه هيك تبلش تصير يصير القوام تبع كريمي. رح أحط لها 150 جرام لوز. هلأ عم استعمل أنا من المكسرات اللوز، أكيد فيني استعمل أي نوع مكسرات موجود عندي. 150 جرام بطحنهم لحتى يصيروا هيك ناعمين، لحتى اقدر خلطهم مع الزبده. بعدين رح احط عندي 3 كوب سكر اسمر، ممكن استبدله بالسكر الابيض بنفس الكميه 3 كوب. عندي حبتين بيض، عندي نص كوب قطر، القطر هو عباره عن كوب سكر مع كوب مي، نغليهم على النار، بعد ما يبلشوا يغلوا بنهدي النار، بنتركهم بين 5 دقائق للعشر دقائق مع معلقه صغيره عصير ليمون لحتى ما يجمع عندي السكر. هي عيار القطر، عم بستعمل منه نص كوب، وعندي ربع كوب جوز هند، عندي ربع كوب طحين منخول. هلا بعد ما خلط هدول المكونات كلهم مع بعض حطهم على عجينه التارت اللي حضرناها، رح نحط تقريبا معلقتين كبار شوفان على الوش ونفوتها على الفرن. كمان رح تضل تقريبا 30 دقيقة نص ساعة بالفرن، بس رح احطها بالطبقة الوسطانية لأنه أنا عندي العجينة تقريبا صارت نص استواء، فبدي احطها بالطبقة الوسطانية من الفرن لحتى الحشوة عندي كمان تستوي. طبعا رح اشغل الفرن من فوق لحتى الحشوة عندي تستوي. أول ما بطلعها بدي احط عندي معلقتين قطر، نفس يعني نفس تحضير القطر اللي حضرناه اللي رح نحطه بالحشوة، وعندي كريمة شانتيه كمان رح زين فيها. الكريمة أنا تركت قسم منها أبيض ولونت القسم الثاني يعني بلون بيلبق مع هاي المكونات، باعتبار أنه أنا عندي المكونات كلها ما فيها ألوان، فممكن يعني قصة الألوان ألعب فيها بالكريمة. هلأ رح بلش تخليط الحشوة. مثل ما قلنا أنا ضربت الزبدة لحتى صار قوامها كريمي عندي، رح حط اللوز المطحون، وممكن استعمل أي نوع مكسرات موجود عندي بكمية 150 جرام. هلأ رح خلطهم، ممكن خلطهم أنا بإيدي، ممكن خلطهم بمضرب الكهرباء كمان، هي المهم بالنتيجة أنه أنا يتخلطوا عندي كتير منيح. هلأ بس حطيت البيض والقطر رح يصير قوامة شوي مريء، فبصير عندي أسهل بالتخليط. بس هون شوي رح أدمج الزبدة مع اللوز، بعدين رح احط السكر الاسمر، ومثل ما حكينا فينا نستبدل نفس الكميه بسكر ابيض 3 كوب، تقريبا بيطلعوا 60 جرام. مثل ما حكيت بالمرحله الاولى السكر الاسمر بس تعرض للهواء دغري بينشف، فكتير بنتبه على هي القصه. يعني بحاول وانا عم خلطهم هيك انه اعجنهم شوي، ادعكهم مع بعض لحتى يندمجوا عندي. ومثل ما قلت هلأ بس ضيف باقي المكونات رح تصير العجينة سلسة أكثر، فبصير عندي أسهل كمان خلطة. رح حط البيض، حبتين بيض. مثل ما قلت هلأ بعد ما خلط الحشوة خلطها منيح، رح حطها فوق العجينة، رح فوتها على الفرن، بدها تقريبا نص ساعة على حرارة 180. وبنتبه انه انا حط القالب بالرف الوسطاني للفرن،
لانه مثل ما حكينا العجينه ما عاد بدها كثير لتستوي، فانا بدي كمان الطبقه الفوقانيه هي اللي تستوي عندي مع استواء العجينه، فمشان هيك بحطها بالطبقه الوسطانيه، بشغل الفرن من فوق ومن تحت على حراره 180 ل 30 دقيقه. هلا هون عندي الحشوه بلشت تصير شوي مريئه بعد ما ضفت البيض، رح احط نص كوب القطر. القطر اللي هو مثل ما قلنا كوب سكر مع كوب مي، يعني نفس مقدار السكر مع مقدار مي نفسه. بعد ما يبلشوا يغلوا بحط لهم معلقه صغيره عصير ليمون، وبتركهم بين الخمس دقائق للعشر دقائق لحتى يتعقد عندي. هذا القطر انا فيني احفظه بالبراد، يعني انا ممكن احضر كميه واحفظها بالبراد عندي لحتى استعملها بوصفات الحلويات. هلا رح احط جوز الهند ربع كوب، ورح احط طحين، طحين منخول اكيد كمان ربع كوب. هلا هي مكونات الحشوه، رح خلطهم كثير مع بعض، بعدين حطهم على القالب. بعد ما احطهم رح رش معلقتين الشوفان، معلقتين كبار شوفان على الوش. مثل ما قلت بعد ما طلعها من الفرن بعد نص ساعه دغري رح احط معلقتين قطر وزعهم على الوش، وبعدين رح زين طبعا بعد ما تبرد منيح، بعد ما يبرد عندي منيح رح زين بالكريمه، لانه انا اذا حطيت الكريمه وهي سخنه الكريمه كلها رح تذوب. طبعا الكريمه هي بس للتزيين ولاضافه طعم اضافي طيب للوصفه. اذا ما بدي احط كريمه اكيد ما في اي مشكله، اذا يعني في ناس ما بيحبوا الكريمه او يعني اتركها شوي صحيه للوصفه فممكن استغني عن الكريمه، بس حلو انه نزين فيها ولو هيك بنقط صغيره، وخصوصا اذا كان عندنا الوان غذائيه ولوننا الكريمه فيها. هلا هون رح احط الحشوة الفيلينج، رح احطه فوق العجينة. رح احط الشوفان وعلى الفرن مثل ما قلنا نص ساعة، الطبقة الوسطانية شغل الفرن من فوق ومن تحت لمدة نص ساعة على حرارة 180 درجة. هلا اكيد بنهاية الحلقة رح نشوف نحن كيف رح نقدم وصفتنا لليوم، لوقتها رح اترككم تابعوا باقي الفقرات وبرجع لكم بنهاية الحلقة. شكرا كثير لك يا شيف، اكيد بنهاية الحلقة رح نشوف الطبق بشكله النهائي. مشاهدينا ما بنكون عم نبالغ اذا قلنا انه النساء بيتحملوا العبء الاكبر من ازمه كورونا يلي عم يمر فيها العالم اليوم، وفي الكثير من المعاناه والتحديات يلي عم تواجه الممرضات، عاملات النظافه، وحتى راعيات المسنين. رح نتابع سوا اهم هي المخاطر وايضا التحديات بتقرير لايه دمشقي. يبدو أن فيروس كورونا يصيب الرجال أكثر من النساء بحسب التقارير الطبية ومعدلات الوفيات، لكن بطرق أخرى وعلى مدى طويل سيظهر تأثيره على النساء أكثر. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تشكل النساء غالبية العاملين في قطاع الصحة حول العالم، خاصة الممرضات، وهن أكثر عرضة للإصابة بكورونا من الأطباء، لأنهن يقمن بالرعاية المباشرة واللصيقة بالمرضى، رغم أن دخلهن أقل من الذكور في نفس القطاع 11%. حين تفشي مرض إيبولا عام 2014، 75 من الوفيات من النساء، ولم يكن سبب ذلك وجود حساسية بيولوجية لديهن تجاه هذا الفيروس، بل لأنهن كن يقمن على رعاية المرضى خارج مجال الرعاية الطبية. تضع الأدوار الاجتماعية التي تؤديها النساء المرأة في احتكاك مباشر مع كورونا، فهن المسؤولات عن رعاية الأقارب، المرضى، والأهالي المسنون، ومسؤولية الرعاية والترفيه عن الأطفال المجبرين على البقاء في المنزل والاهتمام بتعليمهم
حتى وإن كنا يعملن بدوام كامل من المنزل ويرعين شؤون البيت في آن واحد. بالنسبة للأمهات العاملات في المجال الصحي، طبيبات أو ممرضات أو منظفات أو إداريات في المستشفيات ودور الرعاية، فهناك معاناة أخرى تواجههن نتيجة إغلاق المدارس والحضانات في غياب الدعم للعناية بأبنائهن خلال ساعات العمل الطويلة وحرمانهن من قضاء وقت معهم، مما يزيد الضغط النفسي عليهن. لا يجب أن ننسى عاملات النظافة اللائي يشتغلن بلا عقود عادة في المؤسسات التي أغلقت أو البيوت التي أوصدت أبوابها في وجههن خشية العدوى وتركتهن بلا مورد رزق، والعاملات في قطاع الخدمات الذي تلقى ضربة موجعة من أزمة كورونا وتم تسريحهن ففقدن مصدر قوتهن. لذا ليس من المبالغة القول إن النساء يتحملن العبء الأكبر من الأزمة اليوم. C'est juste pour faire notre coup de gueule pour dire que nous depuis qu'il y a corona on parle pas de nous. Ouais. Nous sommes oubliés. Oubliés, oui. Quand le médecin sort et que l'infirmier sort et que les soignants sortent, c'est nous qui faisons les restes dans la chambre, voilà. Que ça soit propre. Ça parle voilà. aussi de la propreté. Voilà. Donc personne ne parle de nous. أبراجكم وحظوظكم وشو مخبي لكم الفلك لليوم يوم الخميس. نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد صباحك. صباح الخيرات يا نور، صباح الخير يا جودي، صباح الخير للجميع. يجعل أيامكم سعيدة هنا وخير يا رب، وإن شاء الله يكون بكرة رمضان ومبارك عليكم الشهر، ويجعل أيامكم دائما سعيدة صحة وستر وخير. أخباري طبعا يوم 23 نيسان، يسعد صباحكم. مساراتنا كواكبنا ما زالت في نفس المسارات، مشتري متقدما في برج الجدي، المريخ إلى جانب زحل، اثنيناتهم في برج الدلو، الزهرة في برج الجوزاء، وعطارد ما زال في برج الحمل. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي هي الأيام عم بيحاول ينظم أمور مالية، وغالبا اليوم يعني إيجابي. هلأ أنا بعتبر الشهر القادم شهر جيد بالنسبة لك على الصعيد المالي، صحيح تنفق أكثر مما هو متوقع، هي قصة لازم تنتبه لها شوي، بس تنتبه أنه يعني الشهر القادم رح يكون للزيارات، للتواصل، للشراء، للبيع، لقصص من هذا القبيل إذا وضعك يسمح. اليوم يوم جيد بالنسبة لك، ولكن دائما أنا بحذر مولود برج الحمل لا تصرف أكثر مما يجب. مولود برج الحمل، مولود برج الثور، اليوم الأمور بالنسبة له شوي متعبة، مع أنه فايق بكير ونشيط، بس هيك فاير دمه من شيء قصة أو مستعجل على شيء قصة، أو في عنده نوع من أنواع المفاجآت السارة. ما في مانو يوم سيء بالنسبة لك، بس أنا بخاف عليك من وجود المريخ في برج الدلو اللي عم بيخليك عصبي أكثر مما يجب ومستعجل أكثر مما يجب، واليوم المشكلة القمر ببرجك يعني عم بيخليك أكثر استعجالاً مما هو معتاد، مثل كأنه يعني ممكن يكون عندك قصة بدك تلاقي لها حلول، وغالباً هي هاي الأيام يعني أيام جيدة للمحبة وللتفاهم. مولود برج الجوزاء، أنت اللي متعب شوي، ما بعرف إذا كان في عندك قصة عائلية تواجه من حولك بمضايقاتك مثلاً، أو عم تنصح غيرك بنصائح ما عم تعملها أنت نفسك. يوم الأمور مقلقة بالنسبة للجوزائيين، مثل كأنه في عنده أسرار أو قصة ممكن تكون مصدر مضايقات، ممكن حاسس الناس حواليك ما كتير مبالية أو ما كتير مهتمة باللي أنت عم بتقوله. على كل الأحوال أنا ما بعتبره يوم سيء، بس بعتبر يوم يعني فيه نوع من أنواع النميمة، يوم للنميمة بامتياز. السرطان اليوم عنده لقاءات، علاقات، تواصل، عم بيستقبل ضيوف من سفر، يمكن قصة تخص أحد الأبناء، أحد الأشقاء، ممكن تكون إيجابية. اليوم في محبة أو صداقة أو بدايات عاطفية جديدة أو قصة شخصية ممكن تكون جيدة. هلا يعتبر يوم جيد بالمجمل لمولود برج السرطان. مولود برج الأسد، أنت اللي متعب اليوم وعم تركض ما عم تلحق، والقصص العلاقة بتشنجات، يعني مثل كأنه حاسس أنه الأمور حدا عم بيقلل لك من جهودك، أو حدا يعني مو عاجبه شغلك، أو حدا ما عارفان كم التعب اللي أنت عايشه بهي الفترات، عم بيقلل من قيمة الشيء اللي أنت عم تبذله بالمجمل. على كل الأحوال أنا بقول اليوم في بعض الأخطاء حواليك من المفيد أنه تصححها. مولود برج الأسد ما كتير منسجم مع محيطه على كل الأحوال.
عزيزنا مولود برج العذراء، اليوم الأمور بالنسبة له جيدة، والحقيقة يوم للحلول غالباً. عم تفرحك الأحداث، ما بعرف إذا كان عم تتوصل لاتفاقيات أو قصص عم تصير بمصلحتك أو عم بتعيد تأهيل علاقاتك، بس يوم فيه أخبار أو عروض أو أشياء ممكن تكون إيجابية بالنسبة لك. كمان الميزان اليوم عنده مساعدات، ربما مالية، ربما معنوية، ربما محبة، كلمة حلوة، في شغلة مفرحة بالنسبة له مولود برج الميزان، يمكن طلب أو قبول أو إيجاب على قصة كانت شغلتك، ويمكن في حدا عم بيمدلك اليوم إيد المساعدة لتفض خلافات مثلاً، بغض النظر أنه حتى اليوم في ممكن يكون في مساعدات مالية. مولود برج العقرب يوم للتأجيل بامتياز، إذا كنت من مواليد العشرية الأولى، إذا موارد العشرية الثانية فلا بكرة لسه، بس الأمور العلاقة بشوية عصبية، يمكن إحساسك إنك مهمل أو الناس باردة تجاهك، أو يمكن أنت مستعجل شوي، أو يمكن عندك نوع من أنواع المضايقات. هلأ حاول تحذر نسيان بعض الالتزامات. مولود القوس 100,000 قصة شاغلته اليوم، ووقتك عم بيروح هدراً، هيك إحساسك، يمكن لأنه حجم الشغل كبير والوقت ما عم بكفي لتنهي أعمالك، وهاليومين على كل للشغل وللشغل كتير إذا بدك، والمشكلة ما فيك تعتمد هاي الأيام على من حولك أو على أصدقائك، الشغل بدك تقوم فيه بنفسك. وأعتقد في عندك نوع من أنواع التعب الصحي، يعني الأمور الصحية لا تعتبر كتير الأفضل بالنسبة لك. ما تنشغل بالتسالي، حاول أنك تنظم وقتك وتخلص شغلك. الجدي اليوم مبسوط، حججه منطقية والناس حواليه حاببته، أفضل بكتير من كم يوم اللي راحوا، على الأقل عم تبذل الجهود لتمشي بأمورك باتجاه الأفضل. والحقيقة هاليومين بالذات تمتلك الحظوظ الأقوى مولود برج الجدي لتقدر ترتب أمورك، لتشرح وجهة نظرك، ليكون عندك القدرة على الإقناع بالمجمل أو لتنجز بعض الأعمال. هاي الأيام للأخبار الجيدة. مولود برج الدلو تبدو عصبياً قلقاً أو مستعجلاً، وبالغالب لو كنت من مواليد العشرين الأولى في قصة عائلية يمكن شغلتك، لا أتمنى لأنه أنه يكون صحي، ما بعرف، حاسس اليوم أنه في شيء قالب معك، يمكن قصص عاطفية كمان وارد أو نوع من أنواع القلق الداخلي. مولود برج الدلو اقبل بما هو موجود، مو كل شيء بدنا إياه فينا نحصل عليه، خاصة بهذا الزمن تبع الكورونا، يعني قصدي أنه مو كل شيء فينا نحصل عليه على كل الأحوال، واليوم المولود برج الدلو اللي بده إياها هالقد واللي ممكن يحصل عليها هالقد، فتحملنا شوي. مولود برج الحوت عنده نشاط، حركة، علاقات عامة مع الآخرين، عم بيمتن علاقاته مع من حوله، عم يفتح عقله ليسمع أكثر. يوم أنا بعتبره للنشاط، إخوة، أشقاء، أهل، سوق، زملاء بالعمل، عم تشتغل بشكل إيجابي أنت والمحيط، والحقيقة في حدا داعمك أو عم يمنحك أخبار إيجابية. خليني عايد مولود اليوم، كل عام وأنتم بخير، يعتبر أنه على صواب والآخرين لا يفهمون. من الأشخاص اللي جدي فعلياً مصمم، معاند دائماً، ولا تعانده لأنه أنت الخسران، يعني هو كتلة مجسدة من العناد بالمجمل. شخص محب لمن حوله، معطاء مع عائلته مع أهله، هادئ بالمجمل، ما غير ميال للشجارات، يقابل الشجار حتى بالصمت ويفكر كثيراً قبل أن يتصرف، مثابر بالمجمل، يعني بحب يكون محبوب من الآخرين ويسعى دائماً أن يكون محبوب من الآخرين، كلاسيكي ومثقف. طبعاً هو حدا كل مواليد برج الثور أميل للروتين وأميل للقديم بالمجمل. سنة لألك سنة مهمة، خاصة بتقدم المشتري في برج الجدي، في طاقة، في حماس، وجود أورانوس في برجك عم بيخلي الأمور لألك عملياً تعتبر الأفضل. سنة يعني لتاخذ جهدك بقى أو يعني تحصد ما زرعت خلال الأشهر السابقة أو حتى السنين السابقة، وحتى سنة على صعيد المال والسفر والعلاقات العامة تعتبر جيدة، غالباً 6 شهور القادمة للتغييرات وبامتياز. إن شاء الله التغييرات للأفضل وللجميع. يسعد صباحكم، طبعاً رسائلكم على 1845 من أي موبايل داخل سوريا. نور حاسة يعني متشجعة، نحن اليوم عاطينا كل الوقت بما أنك اليوم أخيرا I love you. من صباح الخير برمضان كل الوقت إلك مدام. بلقيس وغسان يسعد أوقاتكم. هلأ أنا بشوف العلاقة بالمجمل جيدة يا بلقيس، أحد الأعوام الأفضل بالنسبة لك، سواء كحظوظ سواء كعلاقة، هو شخص إذا وعد فهو صادق،
مانو من الأشخاص اللي بيلعبوا بالعواطف، ويعتبر رجل المرأة الوحيدة. فأنا بشوف علاقتكم بالمجمل جيدة وإيجابية، والسنة في حظوظ، فالله يقدم لك فيه الخير. غدير عم تصبح علينا، يسعد أوقاتك يا غدير. غدير سنة للتغييرات العائلية أو العاطفية بامتياز، ولكن لن يكون غدير مثل ما أنت بدك. يعني حلمك شيء واللي ممكن يصير على الأرض شيء آخر، ممكن يحمل بعض التعب العاطفي أو العائلي، قد يكون بسبب زواج أهل أكثر ما يكون زواج حب، ويمكن يكون على سفر، يعني لو من منطقة لمنطقة. هلأ سنة فيها تغييرات، ما أنا سنة اعتيادية. دلع علي والسوف، يسعد أوقاتك يا دلع. هلأ إذا عم نحكي عن نجاح، فروحي النجاح بده بذل جهود، أنا برأيي إنك ما عم تبذليها. أما أمورك العاطفية فتعتبر الأفضل بهي الفترات. خنساء كيلاني، يسعد أوقاتك يا خنساء. خنساء ما في أحلى من هاي السنة بالنسبة لك، بس المشكلة صينياً وليس غربياً. يعني أنا بعتبر لما بقول صينياً أفضل فبيكون في قصة وحدة أنا بدي بارك لك فيها، بينما غربياً ممكن يمر أشهر جيدة. مشكلة سنة للتغييرات العاطفية بامتياز خنساء هذا العام. في شيء عائلي ممكن يكون له علاقة بالتغيير. هلأ المشكلة أنا بدي نبهك صحياً، ما ممكن ما يكون لك لأحد أفراد العائلة، بس هي السنة كانطباع سنة للتعب الصحي عموماً. هديل محمد شمالي، يوم وشهر وسنة يا هديل. محمود نفس القصة عم بيقول أنا بالجيش العربي السوري. محمود يوم وشهر وسنة حبيبي. محمد العبد الله، يعني سنة للنجاح يا محمد أو للإيجابيات. ست شهور القادمة تعتبر ست شهور جيدة جدا بالنسبة لك حبيبي. مرح بنت عبير، يسعد أوقاتك يا مرح. مرح سنة جيدة جدا جدا جدا، وخاصة على الصعيد العاطفي، بس روحي هلأ لبلشت هي اولا، يعني من هلا وما بعد. ثانيا عندك مشكله حقيقيه مع زوجك، انه جوزك حدا غيور ويحب انه تقولي له حاضر صباح مساء. الصبح بدك تفيقي تقولي له حاضر، والمساء تقولي له حاضر. هاي القصه انت ما بتعرفي تقوليها حتى لمرايتك، هاي قصه ما كثير مريحه بعلاقتكم. هلا باساس العلاقه ما في افضل منها، ما عندكم مشاكل باساس العلاقه، بتختلفوا بالتفاصيل اليوميه، يعني تبعون اليومي انه هو بيعتبر حاله فهيم الامه العربيه، وقول الحقيقة فهيم يعني، وانتي كمان بتعتبري حالك هيك. هلأ هذا العلاقة اللي بتكون أثناء النهار فيها نوع من أنواع التعب، بترجعوا بالأساسيات ما بتصطدموا، لا علاقتكم جيدة عموما. إن شاء الله تكون دائما الأمور أفضل. من قابلكم أنا مبدئيا بالعيد، لأنه الصبايا حيكونوا معكم برمضان، بس من عايد سوا إن شاء الله. بتمنى رمضان مبارك للجميع، إن شاء الله هالوباء نخلص منه و بتكون امورنا جميعا افضل ان شاء الله. يا رب شكرا كثير لك يا نجلاء، وصباحك يا رب. كل عام وانت بالف خير. انت بخير حبيبتي، وان شاء الله نرجع نشوفك على خير يا رب. يسعد صباحكم. وهلا مشاهدينا صار وقت لحتى نرجع لعند شيف بشرى عزيز ونشوف شو صار بطبق اليوم. تفضلي شيف. شكرا. هلا نحن القالب اللي حضرناه على الهواء لازم اتركه يبرد كثير منيح لحتى اقدر اشتغل فيه، لحتى اقدر زينه وقدمه، بس انا محضره قالب من قبل. طبعا هذا القالب هو ضعف القالب اللي حضرناه، هذا اخذ كمكونات اخذ ضعف المقادير، وممكن اذا عندي القوالب الصغيره كمان انه اشتغل فيهم. زينت بالكريمه اللي حكينا عنها خلال الحلقه، الكريمه البيضاء واللي لوناها بلون اورانج هيك، بس حتى نكسر لون ونعطي شكل حلو للطبق. ان شاء الله يعني هيك يكونوا عجبوا المشاهدين، حبوا الوصفه ويجربوها ويخبرونا، وان شاء الله يا رب كل عام وانتم بخير ورمضان كريم على الكل. وانت بخير يا شيف، يعطيك الف عافيه. الطبق كثير شكله طيب ومميز، وجودي كانت عم تاشر لي انه كثير طيب. هلا بعد ما بنخلص الحلقه بدنا ندوق. ينعاد عليك وعلى عائلتك بالخير يا رب. شكرا كثير لك. وانت بالف خير يا بشرى، وشكرا كثير على كل الاكلات الطيبه اللي كنت تقدمي لنا اياهم يوميا. شكرا كثير شيف. وأكيد مشاهدينا الشكر الأكبر لكم ولمتابعتكم لإلنا. لهم نكون وصلنا لنهاية آخر حلقة من برنامج صباح الخير قبل رمضان. موعدنا بيرجع بيتجدد معكم بعد رمضان. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله يا رب. هذا الشهر بيحمل لإلنا كل الخير، الرزق، الصحة والسلامة. ينعاد عليكم بكل خير يا رب. بدي عايد عليك يا جودي، اكيد بدي عايد على المخرج البروديوسر البرنامج اللي كان مرافقنا دائما يوميا. اكيد رح نرجع لكم لكن بعد شهر رمضان المبارك. تبقوا بألف خير. باي باي.